السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. اليوم حنتناول موضوع الطائرات الورقية واللي كتير كنا نعملها أيام المدرسة ونتسلى فيها. فاليوم حنتعلم كيف ممكن نرسمها. طبعا مثل ما أنتم ملاحظين قمنا بطلاء الأظافر في البداية بطبقة من البيس كوت لحمايتها، ومن ثم بطبقة من اللون الزهري الفاتح. الآن حنبدأ برسم الطائرة الورقية، حنستخدم اللون الأبيض لهذا الغرض. حنقوم برسم مثلث نحو الزاوية العلوية، ومن ثم حنقوم برسم مثلث صغير قائم الزاوية. حنقوم بملء المنطقة بالكامل باللون الأبيض. الآن حنقوم بتحديد الطائرة الورقية، حنرسم خط من نهاية ذيل الطائرة ونحو مقدمتها. قوم أيضا برسم الآن حنقوم برسم مسار طيران الطائرة الورقية. حتكون بخطوط متقطعة. هذا هو الشكل النهائي، وكالعادة ما ننسى أن ننهي بطبقة من المناكير الشفاف. نتمنى أن يكون التصميم نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.